قالوا عني إني مش مصري، مع إني مكاني في جنوب مصر، بتكلم لغتين مختلفتين، الكنزية والفاشيكية، ده طبعا جنب لغتي المصرية. كنت الأول في أقصى الجنوب، ده قبل ما تهجر لما بنوا السد العالي وغرقت 44 قرية مني، وكان فيهم أبو سمبل، بس أنا ما زالتش وبنيتهم تاني في كومومبو. تاريخي لسه لي مكان وقرار إنه يكون موجود. معابد أبو سمبل، معبد رمسيس الثاني ومعبد نفرتاري. رمسيس الثاني هو بيحارب الحوثيين، اكتشف المملكة الكوشية في معركة قادش، اكتشفني واتجوز بنت ملكي وهي نفرتاري، وعمل معبد لفتوحاته ومعبد تاني ليها والمستلزماتها، ده من كتر حبه ليها. بحيرة ناصر اللي بتعتبر من أكبر بحيرات العالم، سميت بحيرة ناصر على اسم الرئيس جمال عبد الناصر. هتشوفوا الصيادين بيطلعوا كميات كبيرة من السمك، ده عشان هي فيها ثروة سمكية ضخمة، وكمان بيوجد فيها تماسيح بصورة كبيرة علشان كنا بنربي التماسيح دي في بيوتنا، ده غير إننا بنعتمد على الزراعة منها وبنشرب من ميتها. كمان الساقية اللي بقالها أكتر من 150 سنة وهي رمز الخير، عشان بترفع المية من نيلي لأرضي عشان يقدروا يزرعوا بيها الناس. مقابر النبلاء اللي لها أهمية تاريخية عظيمة، لأن اتدفن فيها حكام أسوان على مدار التاريخ، وفيها نقوش بتوضح تاريخهم. ومن تراث اللي ما تأثرش من بداية الأعمال اليدوية اللي بنستخدم فيها الخوص والنخيل وبننشفه في الشمس وبتتلون بالأصباغ، وبنعمل بيه أطباق من جواه الجريد أو الشوير، بتتقدم في الفشار في الأفراح، كل ده بنستخرجه من النخيل. عروض الأطفال اللي بتزرع في أولادي التراث من رقص وغنى، وبتخلي لغتي مستمرة وموجودة. وحتى عروض الكبار والدندنة اللي بنعملها في أفراحنا، بيبقى واحد بيغني واتنين بيرددوا وراه، احنا لسه محتفظين بعادتنا ولغتنا وتراثنا. مينفعش ما تكلمش عن فكر الكاشف، رجل السياحة الأول في أبو سمبل، بنى البيت النوبي اللي سماه سكالي بمعنى الساقية، وهو رمز الخير، فالمية رمز الحياة. هو نجح إنه يوصل للعالمية، سواء باستضافته ضيوف ذو قيمة كبيرة أو غنائه في العالم وتحقيق حلمه. ناس طيبين لو شفتوهم مش هتنسوهم، تعالوا أبو سمبل. عندي التاريخ وبرضو عندي الجمال والسحر في غرب سهيل، النيل عمودي الفقري، النيل في شرياني، وبتجملوا بيوتي الملونة
بيوت أهل سهيل اللي بيشتهروا بالتمر والكركديه. الأفراح عندي ليها عادات مختلفة وأغاني مميزة وطريقة رقص من تراثنا. تعالوا غرب سهيل، جمال النيل والبيوت والناس بيتجمعوا بس فيا. القوة والطيبة والتميز هي أنا، المثابرة أنا، أنا الأرض المصرية المختلفة عن باقي أراضيها، أنا بلاد الذهب. عينوبة عينوبة تريري عينوبية. أنا نوبة نوبة نوبة. مشتاقين يا ناس للبيت، هناك عيل حبايب.